اهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من برنامج مؤشر النيل، نتعرف من خلالها بالارقام والتحليل على اداء البورصه المصريه والتي تراجعت مؤشراتها بصوره جماعيه لدى غلق تعاملات يوم الاثنين، حيث تراجع مؤشر البورصه الرئيسي جي اكس 30 بنسبه 30% ليصل الى مستوى 11403 نقاط و34% من النقطه. وخفض مؤشر اسهم صغيره متوسطه جي اكس 70 بنسبه 96% ليصل الى مستوى 1963 نقطه و44% من النقطه. شملت التراجعات ايضا مؤشر جي اكس 100 الاوسع نطاقا بنحو 81% ليصل الى مستوى 2960 نقطه و64% من النقطه. على صعيد القطاعات النشطه في السوق اليوم، فقط جاء قطاع البنوك في مقدمه القطاعات الاكثر نشاطا في السوق بنسبه 17.90%، وجاء في المرتبه الثانيه قطاع العقارات بنسبه 17.74%، اما قطاع الخدمات الماليه غير المصرفيه فقد جاء في المرتبه الثالثه من القطاعات النشطه بنسبه 16.20%. هذا وقد تقلص راس المال السوقي لاسهم الشركات المقدمه بالبورصه بنحو 4.1 مليار جنيه ليصل الى مستوى 722.5 مليار جنيه بعد تداولات كليه بلغت 6.1 مليار جنيه. ومشاهدينا الكرام، مزيد من التفصيل والتحليل يسعدني ان تكون معي ضيفه في الاستوديو الاستاذه يمنى خالد خبير اسواق المال. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك. استاذه حضرتك والساده المشاهدين، نتابع التقرير التالي حول اداء البورصه ثم نبدا تحليل هذا الاداء، ابقوا معنا. في ثاني جلسات الأسبوع تراجعت مؤشرات البورصة المصرية للجلسة الثالثة على التوالي بشكل جماعي لدى إغلاق التعاملات. البورصة تأثرت بعمليات بيع من قبل المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية والعربية. قابلتها عمليات شراء انتقائية من المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار الأجنبية والأفراد الأجانب والمصريين والعرب لاقتناص فرص هبوط بعض الأسهم. رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة خسر نحو 4 مليارات و100 مليون جنيه ليصل إلى 722 مليارا و554 مليون جنيه بعد تداولات كلية تجاوزت 6 مليارات و113 مليون جنيه، تضمنت قرابة 5 مليارات و430 مليون جنيه تعاملات في سوق سندات المتعاملين الرئيسيين ونحو 662 مليون ونصف المليون جنيه أخرى تداولات في سوق الأسهم. المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية جيك 30 انخفض بنسبة 30%، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة جيك 70 بنسبة 96%، وطالت موجة الهبوط مؤشر جيك 100 الأوسع نطاقا بنحو 81%. وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، حيث هبط 92 سهما من 192 سهما جرى التداول عليها، وصعد 37 سهما واستقر 63 سهما عند أسعار إغلاقاتهم السابقة. مشاهدينا، بعد ان تابعنا التقرير نبدا تحليلنا لاداء السوق اليوم مع ضيفتي في الاستوديو الاستاذه يمنى خالد. استاذه يمنى، يعني الجلسه الثانيه في هذا الاسبوع على التوالي تراجع، والتراجع الى حد ما كان بالامس تراجع حاد نسبيا، واليوم تضاعف هذا التراجع. الاسباب وراء هذا التراجع المستمر رغم ان التخوفات من ازمه اوكرانيا يعني لم تقع بالفعل، هي فقط مجرد تخوفات. والله هو لحد دلوقتي بالنسبه لامبارح والنهارده اللي حصل، ان الضغط البيعي اللي حصل ده او عمليه البيع بشكل كبير حصل على الاسهم القياديه، هي الاسهم اللي بتسبق اداء المؤشر عامه بالنسبه للمؤشر الرئيسي، وحصل برضو على القطاعات اللي هي اللي بتسبق برضو المؤشر زي قطاع البنوك وهو المؤثر الرئيسي على المؤشر الاي جي اكس 30 اللي هو المؤشر الرئيسي بالنسبه للبورصه، وده برضو ادى لتراجع كبير بالنسبه للاي جي اكس 30. اما طبعا الضغط البيعي ده اثر بالسلب على نفسيه المتعاملين اللي هم الافراد، وده ادى الى تراجع اي جي اكس 70 اللي هو المؤشر او المؤشر سوق الشركات الصغيره والمتوسطه، وده بيدينا انطباع ان الدنيا لسه لحد دلوقتي فيها سلبيه الى حد كبير بالنسبه لمشكله روسيا واوكرانيا.
فحضرتك طبعا عارف ان روسيا هي اكبر مصدر للقمح، هي مستحوذه على 10% أغذية وغاز بالظبط، اتنين يعني 10% الطاقة. او نتكلم على صحيح. الحبوب عامه، هي بتتكلم 10% من انتاج القمح هي مستحوذه عليه عالميا. بالنسبه لاوكرانيا فهي خامس الدول المصدره عالميا برضو. فالفكره كلها ان احنا لو بنتكلم على الازمه بتاعت روسيا واوكرانيا، فهو حصل المشكله ما بينهم او الصراع ده هيؤدي ان هيكون في مشكلة او تزايد تشحنات بالنسبة للشحنات بتاعت الحبوب في موانئ البحر الاسود، وده طبعا هيؤدي ان هيكون في فرض رسوم او مشاكل من دول الغرب على روسيا، وده طبعا بدوره هيؤدي لارتفاع الاسعار عامة بالنسبة للحبوب. تمام. الارتفاع ده هيؤدي بشكل كبير لمشكلة بالنسبة او زيادة في النفط، خلينا نقول ان هي أسعار النفط يا ارتفاع دكتورة، يعني في بالظبط ترشيحات أخبار اكتشف إنها ممكن لحد توصل دلوقتي لـ 90 دولار يعني. بالظبط، يعني لحد دلوقتي ممكن ان احنا نؤدي لارتفاع في زيادة النفط، ده طبعا هيؤدي لزيادة في التضخم اللي هو حصل بالفعل النهاردة، ونزل الخبر بتاع التضخم ده، والخبر بتاع التضخم ده او زيادة التضخم ده عامة هيدينا مؤشر ان احنا هيبقى في مشكلة بالنسبة للاقتصاد العالمي اللي هو مازال يتعافى من أزمة الكورونا هو لحد حديث الآن. البنك المركزي عن مسألة ارتفاع التضخم نسبة 3 من 10، هي 6 و3 من 10، يعني 3 من 10 زيادة مقارنة إذا كان قبل كده نسبة 6 من 10 يعني. لكن عملية التراجع في البورصة هي عملية مش من اليوم يعني، هي يعني لا، رغم هو ارتفاع الداو خلينا جونز نحنا إلا إن هو البورصة المصرية ما ارتفعتش مع الداو جونز. خلينا نقول ان التداعيات المشكله او الصراع ما بين روسيا واوكرانيا ده مخلينا في مخاوف شويه بالنسبه للبورصات العالميه والبورصه نفسها المصريه. المخاوف دي او التخوفات بالنسبه للصراع ده مؤدي ان احنا السوق عامه في حاله هبوط. يعني اللي حصل النهارده بالنسبه للبورصه ان احنا نزلنا اسفل الدعم بتاعنا 11400، نزلنا في حدود ال 11300 ل 11320، وارتفعنا اخر الجد ده بالنسبه لاي جي اكس 30 اللي هو المؤشر الرئيسي رئيسي. بالنسبه للبورصه، تمام. حصل ان احنا طلعنا تاني اخر الجلسه او صعدنا بشكل كبير لحد الاغلاق فوق ال 11400، حوالي 11403. تمام. ده في حد ذاته طبعا بالنسبه لاي جي اكس 70 فالتاثير برضو بالنسبه له مضاعف، نفس امبارح نزل اكتر الموضوع من 6% يعني. بالظبط. بس صحيح. الحاجه الايجابيه او الشيء الايجابي بالنسبه للسوق نفسه ان احنا طلعنا تاني او اغلقنا تاني فوق الدعوم بتاعتنا، وهي مناطق المفروض ان هي تظهر فيها قوه شرائيه كويسه عند النقط 11403، ده بالنسبه ل 11400 بالنسبه ل اي جي اكس 30 و1950 بالنسبه لاي جي اكس 70. 70. لو احنا بنتكلم في المقاومات ان شاء الله اللي احنا المفروض ان احنا نواجهها لو حصل ارتداد الفتره اللي جايه بالنسبه للجلسات القريبه القادمه، ممكن ان احنا نتكلم في مقاومات، والمقاومات دي هتبقى المناطق اللي هيبقى فيها ظهور بيعي خفيف. لو الدنيا استمرت كده ممكن نتكلم ما بين المنطقة 11500 ل 11600 تاني بالنسبة لإي جي ده إكس على المدى القصير 30 يعني، احنا بنتكلم في الاسبوع في ده، احنا تاني الجلسات. جلسة في يعني. الجلسات القريبة، لا مش تاني جلسة، ممكن نتكلم على مدى الأسبوع ده الاسبوع اللي ده. احنا انا اقصد في يعني احنا الفترة دي النهارده تاني جلسة، ده قصدي يعني. بالظبط. اتفضل. بالنسبة لإي جي إكس 70 ممكن احنا نشوفه تاني عند المقاومات من 2000 ل 2200 في المنطقة دي، وبإذن تمام. الله يعني. وبرضو لازم ندعم ان بكرة ان شاء الله هيكون في الاجتماع الفيدرالي للفايدة، ما دي نقطة فدي تانية بس انا كنت اتكلم عنها. بس قبل ما اتكلم عن النقطة دي يعني، بعض الخبراء ارجعوا سبب التراجع الحاد اللي هو حصل امبارح ده، يعني خسرنا البورصة حوالي 20 مليار ربما اكتر بالظبط يعني للسي اي بي، وده سبب تخوف الاوروبي من ازمة اوكرانيا. طب ما اكيد. السي اي بي قبل كده تراجع ومع ذلك البورصه المصريه امتصته. لو نشوف ان حتى اذا كان تاثير السي اي بي، فهنكتشف النهارده ان القطاع الاول قطاع البنوك، والقطاع الثالث هو القطاع الغير مصرفي، يعني القطاعات الماليه بالفعل ارتفعت يعني. طب اذا ما هي العلاقه رغم ان السي اي بي هو صاحب الوزن النسبه خلينا الاكبر يعني. ناكد ان التخارج دلوقتي او الضغط البيعي اللي حصل بالنسبه للسوق نفسه بيحصل عن طريق المؤسسات بشكل كبير، سواء مؤسسات داخليه اللي هي المؤسسات المصريه او مؤسسات اجنبيه اللي هي المؤسسات الخارجيه طبعا بشكل عام. التخارج ده او المؤسسات بتتعامل بشكل رئيسي في مؤشر اي جي اكس 30 اللي هو المؤشر الرئيسي بالنسبه للبورصه. فبالنسبه للبنك التجاري الدولي فهو اكبر وزن نسبي
فيه بالنسبه للمؤشر نفسه، فطبيعي ان هو يؤثر عليه بشكل كبير. ونلاقي المشكله دي حصلت امبارح او الدنيا نلاقيها نزلت بسبب السي اي بي دي بالظبط بالنسبه للسي اي بي، وده التخارج بالنسبه للمؤسسات. وطبعا تخوفهم من تداعيات بقى روسيا. طب باقي القطاعات فين الاسهم القياديه فين؟ يعني انا هيرمس طلع وحصل عليه استحواذ وارتفع، هو وسام القيادي والعقارات كان بترفع. اتفضل. بالظبط. الخبر بتاع هيرمس اثر تاثير ايجابي شويه بسيط سريع كمان غريب جدا وسط الجلسه نفسها، يعني هي يدوب جابت المستهدفات بتاعتها وخلاص هديت. بس حصل برضو ان حضرتك ما تبقاش عارف ان نفسيه المتعاملين بتبقى متاثره جدا بالاخبار زي زياده راس المال اللي حصلت في مدينه نصر. حاجه زي كده حصلت في سهم قيادي بالنسبه للقطاع نفسه بتاعه بجانب مصر الجديدة، فده يخلي القطاع كله يهدي، يعني الدنيا تنزل تاني معانا بالنسبة للقطاع بتاع العقارات نفسه. ليه التأثيرات دي ما بتحصلش على بورصات الخليج بنفس المعدلات وبنفس القيمة؟ هل البورصات المصرية بتحتاج إلى محفزات أكتر، مثلا محفزات ولنفترض محفزات استثنائية في هذه الفترة الحرجة، أم أن المحفزات أيضا قد لا تؤتي جدواها، خاصة أن الأجانب فعلا هم يعني أصحاب ملاءة مالية كبيرة وهم اللي بيتخرجوا تخوف للأحداث الأوروبية يعني. بالظبط. الفكرة كلها أن لو إحنا بنتكلم على البورصات العربية زي بورصة السعودية بورصة الكويت، الدنيا طالعة معاهم النهاردة صحيح. أو في صعود النهاردة بسبب أن كده كده هم معتمدين بشكل رئيسي في اقتصادهم على النفط والطاقة والأسعار دي. بالظبط. فكده في كده في زيادة في الأسعار بتاعة الطاقة دي، فطبيعي أن إحنا نشوف زيادة أو صعود في الأسهم بتاعتهم. لكن لو إحنا بنتكلم على البورصة نفسها أو البورصة المصرية نفسها، فبالنسبة للاجتماع أمس بالنسبة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالضبط، والطروحات الحكومية اللي هتحصل إن شاء الله الفترة اللي جاية، فبإذن الله نلاقي سيولة تتحرك تاني معانا، نقدر إن إحنا نشوف متعاملين جدد على منتجات أكتر بالنسبة للسوق. ده أكيد. طيب خلينا نتكلم عن السيناريوهات المتوقعة في ظل التخوفات من حالة التضخم والسيناريوهات القادمة، كيف يمكن تعامل مستثمرين الأفراد معها إذا كانت المؤسسات والصناديق والأجانب بيتعاملوا مع التلاتيني؟ طب الأفراد كيف يتصرفون، خصوصا بصرف النظر عن أن كتير منهم هم بيشكلوا الحركة الرئيسية في البورصة، وكتير منهم أيضا هم اشتروا في أسعار عالية أو مرتفعة غير الوضع. خلينا نقول أن الأفراد هم متأثرين جدا بنفسية أو بيتعاملوا بالنفسية فعلا من السوق عن العلم، أو أن احنا نتكلم بالنسبة لتحليلات أو حاجة بالنسبة للسوق، هم بيبقوا مركزين بشكل كبير على نفسيتهم بالنسبة للسوق، وده طبعا هيبقى متأثر جدا بالضغط البيعي اللي حصل من جانب المؤسسات أو عدم ظهور القوة الشرائية اللي حصلت الفترة اللي فاتت، فطبيعي إن هم يكونوا متراجعين شوية أو يكون الناس عندهم خوف، بالظبط، ما يبقاش بيخسروا الحقيقة يعني عشان صحيح ما يبقاش في قوة شرائية أو إن هم يبذلوا أي حاجة تانية بالنسبة للسوق إلا لما الدنيا يشوفوا على الأقل السوق بيبتدي إن هو ياخد حاجة إيجابية أو يظهر قوة شرائية من جانب المؤسسات يعني نفسها. الواخد بسعر أعلى ينتظر يحتفظ ما يبيعش، ده حسب نصيحتك. لو هو الدنيا إن شاء الله إحنا منتظرين الفترة اللي جاية يكون في صعود، لأن إحنا طلعنا تاني فوق، أغلقنا فوق تاني الدعم بتاعنا 11400 بالنسبة للمؤشر. بالمناسبة إيه اللي رجعنا تاني بعد ما حصل النزول؟ إيه اللي حصل فجأة في جلسة يخلي المؤشر يرجع تاني ويرتد بعد ما كسر دعم مهم وكان كتير من المحللين والمتابعين خايفين من كسر الدعم؟ في حاجة في التحليل الفني عامة اسمها الفولس بريك أو الكسر الوهمي، ده طبيعي إن هو يحصل سواء بقى بالمؤشر إن هو تأثر زيادة بالبنك التجاري الدولي عشان نسبته اللي فيه، أو حصل إن في ضغط بيعي بالنسبة تخوفات اللي حصلت ما بين اللي هي روسيا وأوكرانيا، الدنيا ممكن إنها تهدي شوية أو إن إحنا نبيع وننزل ننزل تاني تحت الدعم وفي نفس الوقت نطلع تاني. دعم يعني كسر كاذب. وبالنسبه للكسر اللي حصل النهارده فاحنا ممكن نقول ان هو كسر اشبه للكسر الكاذب ده لحد دلوقتي، يعني احنا فوق ال 11400 يبقى بكره يعني لو حصل نزول يبقى كسر مؤكد بقى مش كاذب. لا هو لحد لا يعني محتاجين له. احنا كنا عاده بنقول ان التصعود بيبقى تأكد بعد 3 جلسات، هل الكسر نفس الكلام ولا بيختلف؟ لا هو خلينا نقول ان الاسعار بتنزل من تلقاء اوزانها، يعني احنا ما بنبقاش ماسكين حاجه او احنا لما بنبقى سايبين حاجه بتنزل من تلقاء اوزانها عامه، ما بنبقاش مستنيين حاجه ان احنا نبيع في السوق او نخرج من السوق عامه. بس الفكره كلها ان لو الافراد المفروض ان هي حصل الضغط البيعي الكبير اللي في اول الجلسه، فلو الدنيا بتنزل جامد يعني مثلا المؤسسات
الشركات لما ضغطت شويه الصبح، لا المفروض ان الافراد لما لقوا الدنيا بتطلع تاني وفي اسهم ابتدت انها ترتد زي القلعه، القطاع اللي هو الغير مصرفي، المالي الغير مصرفي، الدنيا ابتدت تخش تاني فيها سيوله، ابتدوا ان هم يشتروا تاني. وطبعا بالنسبه للاي جي اكس 70 فهم كده كده هو قائم على الافراد، ده برضو اللي خلاه ان هو يرتد تاني فوق ال 1950. طب ده يخليني اسال، فين القطاعات التانيه؟ القطاعات المش متاثره بقى، فين قطاع الاسمده؟ هو ان كان يعني يتاثر بالطاقه ومتخوف يعني، لكن قطاع الادويه مثلا، فين قطاع الاتصالات تكنولوجيا المعلومات، فين قطاع العقارات نفسه برضه، فين قطاع الاغذيه هو ان كان كسبان في كل الامور ايا كانت الطوارئ يعني او الظروف الخارجيه. السيوله مش متاحه بشكل كبير جدا بحيث ان احنا نبقى القطاعات كلها تبقى الدنيا شغاله معاها زي السيوله اللي حصلت او اللي خرج جامد قوي من التجاري الدولي، والسيوله اللي خرجت من الاسهم الثانيه اللي هي القياديه اللي احنا كنا بنتكلم فيها، مصر مدينه نصر، مصر جديده، يعني الدنيا كلها مترقبه دلوقتي حق الكتاب بالنسبه لمدينه نصر بكره ان شاء الله، وهيكون انتهائه يوم 13. فهم مترقبين الدنيا دي، وخصوصا ان مدينه نصر الدنيا نزلت معاها جامد الفتره دي. يعني احد اسهم يعني، هل هو سهم القيادي واحد حتى يعني كفيل ان هو يقدر يرفع مؤشر او يرفع بقيه القطاع او ياثر على القطاعات الثانيه؟ قطاع السياحه فين؟ وبرضه هو يعني يعتبر السياحه مستمره وقائمه رغم كل الظروف المحيطه بكورونا، الا ان السياحه في مصر ما تاثرتش التاثر في هذا الموسم، انا بتكلم تحديدا، ما بتكلمش عن اللي قبل كده، فما تاثرش التاثر الكافي. نتائج اعمال الشركات في الربع الاول كلها كانت باينه، كلها نتائج اعمال ناجحه، وان كان ما انعكستش على اسعار الاسهم برضه. يعني فالمستثمر الفرد بيسال فين الايجابيات؟ حديث رئيس الجمهوريه عن وتوجيهات باستمرار الطروحات ودعم الطروحات، تدخل البنك المركزي بدعم الطروحات، كل الايجابيات دي ما يعني المستثمر الفرد ما شافهاش. هو المستثمر الفرد لحد دلوقتي محتاج ان هو يلمس السوق او يلمس ان في قوه شرائيه فعليه دخلت للسوق عشان يقدر ان هو يدخل معاها ويكمل المسيره دي ان احنا نطلع تاني فيها. بس بالنسبه للطروحات الحكوميه طبعا اللي واجه بيها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، المفروض ان احنا الدنيا تطلع معاه تاني والسيوله تخش تاني، يعني ينتهز الفرصه ويشتري دلوقتي ويستنى ويعمل متوسطات مثلا. بالظبط، ممكن ان احنا نعمل متوسطات في الفتره دي، ونحاول ان احنا نتداول بحذر في تداولات قريبه، يعني هي ما يبقاش بكره بقى عشان نتكلم عن حظر. جلسه بكره متوقعين حضرتك في ثواني كده؟ جلسه بكره ان شاء الله متوقعين ان هي يكون في ارتداده على الاقل ل 11500، ما بين 11450 ل 11500 بالنسبه للاي جي اكس 30. بالنسبه للاي جي اكس 70 احنا بنتكلم في ان ممكن نشوف تاني ارتدادة عند 2000 نقطة، 2200 ما بين المنطقة دي، والفترة اللي جاية إن شاء الله هتكون كويسة. خير إن شاء الله، نتمنى كل الخير وتعود البورصة من خسائرها. وأستاذة يمنى خالد بشكر حضرتك، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لحضرتك، شرفتينا النهارده. شكرا لحضرتك. شاهدنا الكلام، دي كانت حلقتنا اليوم من برنامج مؤشر النيل، إلى اللقاء غدا في فريق عمل جديد. دمتم في أمان الله.